خير، يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله متابعينا الكرام في كل مكان. اليوم يوم غير، اليوم نستضيف مجموعة من الشباب جايين من منطقة من مناطق المملكة، ما بقول لكم وين ومنهم، لكن قبل ما نرحب بالشباب اللي جايين، الضيوف الله يحييهم ويحيي كل ضيوفنا في البرنامج، رحب ابو سليمان. ابو سليمان صبحك الله بالخير. يا صباح النور والسرور، يا مرحبا. شلونك طيب؟ يا اخي انت راعي المفاجات السارة. عطنا النغمة اللي دائما نسمعها في البرنامج. يا لا 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 الله لا 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 في ذي وفي غيرها، يا لا 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 في ذي وفي غيرها، نسعد بكل الضيوف الله. في ذي وفي غيره، يا ابو صالح صباح الخير. يا صباح النور والسرور يا مرحبا. طيبة هلا والله، مرحبتين والله بضيوفنا راعيها الطيبين ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله نستقبلهم اليوم وتعرف عليهم. يا واللوم طيبه والمملكه الحمد لله ثريه بهالوجهه الطيبه، ويا مرحبا مليارات، الله يحييهم ويرفعهم. الله يبارك فيك ابو الجوري. ابو فهد صباح الخير. صباح النور والسعاده والرضا على الجميع كلهم. الله يسعدك. ابو عبد الله ارحب يا ابو فزع. يا مرحبا يا ابو عبد الله. الله يبقيك انت ومن يسمع. الضيفان نستقبلهم ونفرح مثلهم، وحنا اليوم في فرح لا استقبلنا ضيوفنا، سن المطر حول علينا يا ابو فزع. يا سلام. اي والله يبيض الله وجهك. ابو عبد الرحمن صباح الخير والحمد لله على السلامه. الله يسلمك وصباح الخير ورضا والعافيه. واليوم اليوم مميز يا ابو فزاع وابو الشباب، لا يهونون جميعا بضيوف القناه، والله يحييهم جميعا. اللهم امين. ابو ثامر صباح الخير. صباح عزوز. صباح النور يا ابو فزاع. صباح الخير على الجميع، على اخواننا المشاهدين، والله يجزاكم الجنه ووالديكم يحفظ لنا كل من يتابعنا. اللهم وهو جيها الطيبه. الله عز من يجينا ننتظر الضيوف. الساعه حقت شو اسمه مش على هليل، وين يا عزوز؟ منو بالليل يقول بياخذ ساعتي. احنا ذا تحسن. مش على هليل صباح الخير. هلا ابو فزاع حياك الله. صباح النور وصب عليك وعلى الاعضاء جميعا وعلى المشاهدين وعلى كل من يتابعنا. اللهم ابو مشاري صباح الخير. والله ابو فزاع صباح الخير عليك وعلى اخواننا المتواجدين، على السادة المشاهدين وضيوفنا، على ما قال اليوم اكيد انهم مميزين، وان دائما دائما ما تجيب المميز. الله اكيد وجايب طعمك شخصي من الوالي. خلاص ها تمدح نفسك. اليوم عريس يا ابو فزاع. اليوم عريس ابو مشاري. ابو مشاري ما شاء الله. ابو مشاري الله يجمل حالك. قبل شوي ابو الان كل من منطقه. نعم. باخذ ابو سليمان واخذكم كلكم، كيف تستقبلون الضيوف الاجناب اللي يجونكم، ناس من برا؟ ابو سليمان يا والله شوف يا طول عمرك، يعني العادات في المملكه ما تختلف ابدا بقدر ما هي. نعم. طول عمرك احترام الضيف. نعم. عند كل الناس، لكن سبحان الله في الترتيب او في الاسلوب اللي يستخدم يمكن طال عمرك يختلف شيء بسيط، لكن بالنسبه عندنا احنا طيب عادة الضيف خاصه في المناسبات في الافراح، جعلت ايامكم كلها ان شاء الله فرح. اما مثلا طال عمرك يجون في زواج رفاده يرفدون، او يجون طال عمرك عند عيد ولد او عند فلاح ولد اللي يسمونها الطهار. زمان كان طال عمرك اذا فلح الولد او طهر يجي له افراح وعلوم زينه وكذا، فطال عمرك طبعا هم يجون في صف واللي المرحبين في صف ويقولون ارحبوا، هذا الضيفان الكثير مدري ارحبوا يا ضيفان ارحبوا. أيه. هذول كانوا يقولوا ابقاكم الله، السلام عليكم طيبين وش حالكم، اما احنا عفاكم يقولون هالجاي. أيه. حنا جتنا هذه الدعوه جيناكم في الشان البين، سواء زواج ولا اي مناسبه، معنا واللي معنا وان كان معهم هدايا ولا معهم طال عمرك رفده ولا كذا، طبعا يقلطونهم على ما يسر الله طال عمرك، علوم زينه وبر وسمن وذبائح وفالك الشحم ومن يسمع. ومن يسمع. ابو صالح. هلا والله مرحبا. الضيوف الاجناب اللي فوق. ترى الاسلوب تراها متقاربه والحمد لله، والضيف الحقيقه يستاهل الكرم والجود. لا من الضيف اقبل تستقبلونه الرياجيل يعني على مراحل كبير وصغير، ويقولون مرحبا من مشاكم اللي ملفاكم. يا سلام. ويقومون بكرامتهم وهذولا كذلك، ويشكر بعضهم بعض، وفي اوقات سبحان الله لو كانت طويله قصيره عليهم.
والحقيقه انهم يقومون وكل ديرته في حقها من رجال. نعم ابو فهد، بالنسبه لاستقبال او ترحيب الضيوف يعتبر كانه عيد سواء في العائله او حتى في المحيط. كل قبيله وكل منطقه لها طريقتها والهدف واحد. الله نعم. ابو عبد الله، انا لمن جونا الضيفان خاصه في المناسبات وفي الازواج وفي مثل ما قال ابو سليمان نصف لهم ونستقبلهم ويصفون يمين ويسار ويجون لين يجون قدامنا ويجوننا بعلامه ونرد حنا، والعلامه مثل هذه واسمحوا لي بها، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يردون الكل. من لفى علم وعن خلايفه تكلم ومن سمع رد وعن ربه وعن ربعه سد، اعلامنا خير يوجيها الخير. اول ما نبدا به الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طيبين من طيب الله، لا مريض ولا عريض ولا ميت ولا فيت، واللي ما يقدر الله سبحانه واللي ما يقدر الله سبحانه، وكلنا تحت سلطانه. اما معلوم الديار اللي لفيتكم منها في الربع ما بين راعي وفلاح وتاجر اللي لحاله واللي مخاشر واللي كل يمدح خويه بحسن المعاشر، وام معلوم الاسواق وما فيها من ارزاق في الخير راهي والكيل وافي، واهل الماقفه ما بين راعي غنم وراعي ذود والكل يطلب من الله الزود. وام معلوم الامطار رحمه الله الواحد القهار بالرحمه تعم وتخص من جته راهيه ومن جاه نص، وهذا كلها رحمه والله في توزيع ولله في توزيعها حكمه. جيتكم من الديره الفلانيه من الباحه من ديار غامد وزهران من ربع لكم واخوان. نعم، ونعم، ونعم، من وادي انخال شمال الى وادي قذانه جنوب، ومن اوديتم بالخير راهيه الى جبال بالعز شامخه لفيناكم يا الاخيار في هذه الديار، مهنين ومباركين بالخير معينين طالبين الله لنا ولكم بالمنفعه، ومن وبلادنا بشر فالله يصرعه. سلام. اللهم امين. صح لسانك، هذه دائما تقال في كل المناسبات، لازم العلامه يرد ذاك علوم الله يحييكم. يمكن تختلف في اسلوب من ذلك، لكن الاسلوب صالح. هي ابو فزاعه زي ما ذكروا الاخوان كلها، يعني اعتقد انها متقاربه، يعني صف المعزب يصف هو، طبعا اذا كان الضيف من خارج المنطقه يصف المعزب وعياله في البيت مثلا، استقبال في البيت مثلا يصف المعزب واولاده وعيال عمه وشيخ القبيله يستقبل الضيف بالقصيد، ونفس نفسها حتى في المناسبات، المناسبات نفس الشيء اخذ ورد وعطى حتى يصل الى داخل القاعه او داخل المقر. ابو ثامر، انا اعتبر الضيف مثل المطر. يا سلام، ما في اغلى من المطر عندي. اي والله الضيف له، فالضيف من جاك هو قدره، اسمه ضيف جاك، فتستقبل باستقبال الجميل كما استقبال المطر. الله يعطيك العافيه حبيبي. مشعل، اتكلم عن الضيف الاجنبي، يعني الضيف البعيد. إيه احنا طبعا يكون في تحضير قبله بيوم. جمع عيال عمي والجماعه ويحطون قائمه بالاسماء للقهاوي. هذه قبل الضيفه الاساسيه اللي عندي. فيمر على كل اللي سجلوا القائمه 20 25 30 بيت مثلا، وكلهم محتزينه، كلهم محتزين قهاوي. يا سلام، كل شيء. فيمر سبحان الله، فيمر على كل البيوت. اخر شيء طبعا تبدا هي العصر وتنتهي العشاء، هاللفه هذه نهايتها تكون عند المعزب. هذه والله الترحيب في الضيف عند الجميع يمكن تقريبا واحد، ولكن يختلف على ما قال البروتوكول للترحيب، لكن احنا الصفين وكذا هذه ما هي عندنا بالنسبه لنا احنا في منطقه ثانيه. لكن الترحيب اكيد الاستقبال له والترحيب في الضيوف هذا شيء للجميع اشتراك فيه. اما احنا بالنسبه لنا اما الشيخ ولا راعي المعنى راعي المناسبه هو يجي ومعه مجموعه من الكباريه اللي موجودين يتقدم. يرحبون، والثاني الشباب واقفين صف. الله الله، صف لاستقبال السلام باليد. نعم، السلام باليد. يسلم، يجي الضيوف يسلمون على المعزبين باليد، ويوم يجون هنا اول ما يخلصون اللي رحبوا بهم في الاول يرحبون في الثاني. وعندنا كل يعني مثل الان شمر وحايل القهاوي موزع، احنا راعي المعنى يقوم بالواجب كامل، لكن اهل القريه او اهل الاقارب يجون يعزمون، انطاعهم الضيف قال بعد اذنك فلان احنا بنعزم بعد اذنك فلان. وعندنا الضيف يكون في على قولهم في حكم المضيف، يعني انا المضيف، انا الضيف انا احكمه في انه يروح او ما يروح. فاحيانا حتى الضيف استاذن من المعزب قال ايش رايك نسق له مع فلان متغدى عنده ومتعشى عنده. أيه يعني هي تقريبا هي هذه. والله يعطيكم العافيه. ضيوفكم اليوم جايكم من الطائف، مرحبا يا اهل الطائف، حياكم الله. مرحبا، ترحب المطاف ابو مشاري وابو الوافي وابراهيم وخالد، مرحبا حياكم الله، تفضلوا. مرحبا حيهم يا هلا. لا 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 ل
يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا مقام وشانا نحيي تراث أجدادنا وأبانا نحفظ هويتنا وهذه الغاية يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا نحفظ هويتنا قناها مرفوعة مقام وشانا نحيي تراث أجدادنا وأبانا نحفظ هويتنا وهذه الغاية يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 نحفظ هويتنا حماية واللي زبنا في الزمن يلقانا يذكر مواقفنا ولا ينسانا يحيى الوطن ويعيش حام الراية يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا الوطن حماية واللي زبنا في الزمن يلقانا يذكر مواقفنا ولا ينسانا يحيى الوطن ويعيش حام الراية يا لا 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 يا لا لا يا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم مرحبا حياك الله. تفضلوا خليني ارحب. لحظة يا الربع صفيني ورد. اسمحوا لي ثاني. خلهم يقربوا. اقربوا هنا. حياكم الله. اقربوا اصطفوا حوالينا هنا عشان نشوفكم بالعين المجرد. قريب قريب. ايوه صفوا لي صف. تفضلوا يلا حي عندك كلام ولا لا؟ ارحبوا بيكم يسلمكم اغليكم صفوا 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 ارحبوا ترحيب المطرف يلا حي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبقيكم مرحبا ملايين والله ما شاء الله انوار نجوم يعني ما شاء الله والديرة اللي جيتوا منها نحبها ونحبها لها والله يحييكم ترحيب المطرف يا لا 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 يا لا 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 والله انها من ابراك الساعات واللحظات كان ما وسعتكم القريه فتاسعكم قلوبنا كان ما وسعتكم القريه فتاسعكم قلوبنا مرحبا في مرحبين يا ضيوفنا من صافي الصدور في قناة بداية الرحب بكم في وردكم وصدور
قال فواز ومجلس بيقوله فراد ولا والله انا من ابراك الساعات واللحظات كان ما وسعتكم القريه فتسعكم قلوبنا كان ما وسعتكم القريه فتسعكم قلوبنا الله يحييك الله يحييك الله يبقيك ويسلم انثروا ورد وفل وياسمين الله داخل قناة بداية وخارج بابها الله أكبر بخروا بالعود كل الحاضرين ومدوا القهوة على شرابها الحبايب من يسار ومن يمين وهنات العين يوم تشوف أحبابها فرصة ننتظرها من سنين تجيب رجال الطائف والله جابها حياكم الله حياكم الله مرحبا حياكم الله من مشاك واليوم الفارق الله يحييك حياكم الله الله يحييك نسلم عليكم بحلقة صالح الصمداني عنده مجلس بعطيكم مجلس ترحيب وبسلم عليكم معلش ولا تعب يلا ما تعب لا لا تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظر الحسن كأنكم في عيون الناس أقمار حياكم الله جميعا الله يحييكم مرحبا مرحبا حياكم الله وقفوا يلا حي ابو صاحب عبد الله عود عشان يبدون يقول نقل طوق طوق كابتن انت كابتنيه يلا حي يلا حي حياكم الله يا مرحبا